أود أن أعرف من منكم سمع هذه الآية؟ فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هل تقرؤون هذا في كتابكم المقدس؟ Do you? نعم يقول yes. أخي إنه يقرأه. No, my brother says he does read it. You know, huh? You don't read it in the Bible. It's not there. Yes, it is there. Yes, yes. And amazing. There are three in all. Yes, yes. For there are three. I'm quoting First Epistle. إنها موجودة في كتابكم يا سيدي. Where it says First Epistle of John, chapter 5, verse 7. نعم هذه العبارة هي نص الآية السابعة من الإصحاح الخامس من رسالة يوحنا الأولى. And the Holy Ghost and these three are one. In your Bible, sir? And look at my study. Here is the Holy Bible. This verse I quoted you now. وهي موجودة في نص الكتاب الذي تعترف به الكنيسة الكاثوليكية، وكذلك في نص الكتاب الذي تعترف به الكنيسة البروتستانتية، والذي أذن بنشره الملك جيمس. ولكن هذه الآية حذفت من الصيغة المنقحة لنص الملك جيمس لوصفها عبارة مدسوسة. It is thrown out as a fabrication. All modern translations of the Bible do not have. كذلك فإن جميع ترجمات الكتاب المقدس الحديثة لم تعد تتضمن هذه الآية. Scholars of the highest eminence. والذين حذفوها ليسوا من علماء المسلمين أو اليهود أو الهنادكة، ولكن 32 عالما من أبرز علماء المسيحية ينتمون إلى 50 طائفة تعاونت في ترجمة الصيغة المنقحة. وكذلك الأمر بالنسبة لصعود المسيح إلى السماء، فالصعود غير مذكور إلا في موضعين من أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فمرقس يقول إن المسيح ارتفع إلى السماء، ولوقا يقول وأصعد إلى السماء. أخي شرش استشهد بآية من أعمال الرسول، ولكن هاتين الآيتين حذفتا أيضا من الصيغة المنقحة بوصفهما عبارتين مدسوستين.